تلقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الأوروغواي عمر باجانيني، وأعرب الوزيران عن تطلعهما لعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين البلدين في القاهرة. كما حرص عبد العاطي على الإشادة بدور كتيبة أوروغواي المشاركة في القوة متعددة الجنسيات في سيناء منذ إنشائها عام 1982. كما أكد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التبادل التجاري الثنائي والاستفادة مما يتمتع به البلدان من إمكانيات كبيرة ووجود اتفاق للتجارة الحرة بين مصر وتجمع المركسور، بما يفتح آفاقا جديدة لتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية وإمكانية الاستفادة من وجود اتفاقيات تجارة حرة بين مصر والدول الإفريقية والعربية، بما يمكن أوروغواي من النفاذ إلى أسواق جديدة في إفريقيا والشرق الأوسط.